شفت دعوة سهرة جماعة اليوم في الجزائر، أوين راه الشعب؟ الشعب راه خرج. أوين خرج؟ يبدل الجو؟ لا، يبدل الساعة بأخرى، مع حلينا الحدادة مع تونس، الجزائر راه إخوات. السي الفعيق الأول، الشعب دار هروب جماعي بات ما أصبح. ماشي مشكل، أدروك يرجعوا، يمكن بالك عطلة أمشاو يبدلوا الجو. نبدأ الانتدابات ديالنا انا تنقول ليه بالمدرب اسطوره ولا شيخ المدربين، اللي مشيت لعندو تل تونس باش نقرقب عليه، لانه ماشي ساهل باش تجيب البنزرتي كمدرب لاعتبارات كثيره، ما لن يسعني الوقت انني نذكر لي كومبيتونس ديال سي البنزرتي، تاريخه الحافل ديالي انا بعدا شخصيا. اول واحد، اول عقد كتسني حياتي كرئيس فريق أو كمسير لنادي كرة القدم هو مع بولك سوت، إذا غادي تبقى أنت عندي مصيبة لا تقلي في دماغي. أنا من ساكنة مدينة العيون، جيت اليوم لهذا الشاطئ، شاطئ طرفايا، باش نستمتع بالأجواء الصيفية، وبحكم أن المناطق الجنوبية في هذه الآونة الأخيرة شهدت حرارة مرتفعة، وما شاء الله شاطئ طرفايا عنده مساحة كبيرة من نجري من نتخيم. سبك المغرب هو مزيج من الفن المعاصر والنقود القديمة، وبالتالي فإننا في هذا المعرض ديال طنجة اللي هي كتعتبر من المصادر المهمة للتاريخ القديم في المغرب، فإننا لنا الفخر بأن نقدم متحف مؤقت يهتم بالتاريخ القديم للمغرب. يأتي افتتاح الدائرة 12 بعد الموافقة ديال السيد المدير العام الوطني في إطار الاحتفال بعيد العرش المجيد، تلبية لمتطلبات أمنية للساكنة ديال الدائرة 11 سابقا والدائرة 3. هذه المبادرة هي تأتي أولا في سياق وفي نسق مرتبط بخطاب العرش، وهي مناسبة أساسية بالنسبة للمغرب، هو عيد وطني الأول بالنسبة للمغاربة والمغرب، وهذه دلالة رمزية كبيرة جدا بالنسبة لهذه المبادرة الملكية الدائمة والمسترسلة بالنسبة لعلاقة المغرب والجزائر. صراحة كان خطاب صاحب الجلالة نصره الله خطاب واضح يرسل إلى الشعب والحركة الحقوقية والحركة النسائية والحركة الحزبية أنه على استماع لمتطلباتهم، وكان جوابا. العونية كتتم المنتوجات المجالية، وكنحاولوا نقدموها على احسن وجه في واحد الحلة، يعني في واحد الامبالاج اللي جيد وواحد الجودة اللي عالية اللي كتخلينا يعني نكتسبوا الكليان. بالنسبة لهذا المعرض الجهوي للفلاحة في الدورة ديالو السابعة، يعني جا واحد في واحد الوقيتة اللي مناسبة من بعد كوفيد، وهاد المعارض كتعطينا واحد الدفعة كبيرة بالنسبة للزبناء ديالنا. لا ما مناسباش صراحة، شوية باقي الثمن مرتفع، هادشي اللي بغيت نقول لك. لا ما كافيش صراحة ما كافيش، خاص يكون بعدا على الأقل كيرجع كما كان. هادشي اللي الثمن المناسب بالنسبة لك؟ الثمن المناسب هي 14. احنا الآن متواجدين في السوق النموذجي الحزام، احنا كإدارة مسؤولين على تسيير هذا السوق، هذا السوق يعني مشيد على أكثر من 20 هكتار في المساحة ديالو. العرض الثاني ديال إيموغاجي في مدينة الدار البيضاء بعد ما درنا العرض الأول نهار 22، والحمد لله كان سولد أوت، يعني بشبابيك مغلقة، الجمهور حضر بكثافة، الناس طلبونا باش نزيدوا دات واحدة أخرى، لأن الناس الصيف باغا تفوج وباغا تضحك، دوك زدنا لا دات ثانية إن شاء الله تنفكروا نزيدوا لا دات ثالثة. الجديد في هذا السبيكتاكل هو أننا تنعالجوا مواضيع الساعة، مواضيع اللي تيهضروا عليها المغاربة كاملين دابا، اللي هي غلاء الأسعار.
poussée de l'opposition face vraiment à un désenchantement des Sénégalais face à un régime, face à un président qui accapare tous les pouvoirs, qui fait ce qu'il veut, qui a comme sport favori la corruption, le débauchage. Depuis quelques mois, on voit des maires élus sous la bannière de l'opposition aux élections locales. Ces derniers temps, on a reçu beaucoup de plaintes en disant que les gens ne dorment pas bien parce qu'il y a tellement de bars, terrasses, qui nuisent à la quiétude des autres. Alors, nous avons trouvé mieux par l'impulsion du commissaire provincial, à la personne du commissaire divisionnaire adjoint, qui m'a chargé. Il faudrait reconnaître que depuis qu'on s'est constitué en association, où j'ai eu la présidence, je me suis dit, au niveau du football guinéen, parmi les entraîneurs aujourd'hui dont je préside l'association, il n'y a aucun entraîneur qui a marqué l'histoire du football.